السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أصدقائي الأعزاء، ويا هلا فيكم على قناة وجي على اليوتيوب. طبعا صار لي أسبوع كامل عم بلعب لعبة واتش دوغ ليجن، وعم بنزل فيديوهات على قناتي على اليوتيوب للعبة. قبل ما تتابعوا على الفيديو أصدقائي، لا تنسوا تحطوا اشتراككم بالقناة وتحطوا لايك على الفيديو إن أعجبكم، ويلا بينا. نجرب سيارة الإسعاف أمبيولانس، خلينا نجرب نشوف إذا بيحترموها ولا لا، ولا ما نحن منزلين مثل الجي تي أي. ما عندي فكرة بالضبط شو راح تكون ردة فعل ال ام بي اس. اوكي ما برد، ما في اي شيء. ما بردوا عليك. اوكي نو، لا للأسف ما بردوا، فشلت الخطة. اوكي عم بوقفوا السيارات. لا عم يعطوني مجال، يعطوني مجال بس مو كلهم. اوكي السيارات عم بعدوا على اليسار بس. اوكي لا بيعطوك، بيعطوك مجال. اوكي هيك تمام. خلينا نشوف شغلة هلا. هلا هي فيها قيادة آلية، ما بعرف. اوه سيارة حلوة، حلو. طيب لنجرب بهالسيارة القيادة الآلية. يلا Auto drive now enabled. خلينا نجرب. هلا انا بعد ما عم ساوي شيء، عم بتفرج على السياره وهي عم بتسوق بس لنشوف شلون بدها تكون متحكمه بالطريق. حاولت اول شيء تتخطى سيارات الاسعاف لكن فشلت المهمه. ما بعرف شو البرنامج اللي مبرمجين فيه اللعبه، لكن على الاغلب على الاغلب بايثون. في حال انت عملت القيادة الذاتية رح تمشي السيارة مثل اي سيارة بوت، رح تمشي نظامي، يعني تلتزم بالاشارات، تلتزم. ما بعرف اذا رح تلتزم بالاشارات ولا لا، لكن على الاغلب التزمت بالاشارة. هلا هون في اشارة. Auto drive now enabled. اوكي خلينا نروح على طريقنا. كل صوت لسيارة مختلف عن الثاني. سيارة جدا هادئة، ممكن بالمستقبل يكون في هيك سيارات للتوصيل. تسع أربع أشخاص. سيارة ريس كار ثانية، سيارة سباق ثانية. تحكم آلي ولا مدني؟ عبالي جرب الباص. تعالوا نجرب الباص. واو اوكي يا جماعة انا هلا عم بسوق الباص. قيادة Auto drive now enabled. نسوق احد باصات لندن يا جماعة. حلو سيارتك عم تسوق، انت عم تشرب قهوة، تطلع جدا رائعة. باص في عليه شاشات اعلانات، شكل الباص شوي غريب، لكن يمكن مشهورة لندن بهيك نوعية من الباصات على الاغلب. الحياة في المستقبل يا جماعة شلون راح تكون؟ درونات عم تطير من حواليك، سيارات ذاتية القيادة، عالم مشغولة بالتكنولوجيا. لكن تخيلوا اني في يوم من الايام مثلا انت
حطيت بالجي بي اس وجهة بدك تروح عليها، بيطلع لك هذا الخط الهيك الأحمر اللي هو يوجهك بالطريق مشان ما تضيع، مثل ما هلا هو هيك موجود هون قدامه خط أبيض، سهم أبيض. هلا أنا شوي صعبت علي القيادة، لكن أوكي حاول ما يدعس الـ MPS. You have reached your destination. شكرا يا باص. خلينا نجرب سيارة عادية لو ممكن. أوه هاي السيارة، هاي السيارة، هاي السيارة، هاي السيارة، هاي هاي هاي. اطلع. لا عم تسوق لحالها. وات؟ كمان فيها قيادة الآلية. أغلب السيارات فيهم قيادة آلية، لكن هاي السيارة شوي كأني سريعة. خلينا نجرب. بسوق بسرعة شوي بطيئة. لكن السيارة يا جماعة كتير حلوة. تشبه احد سيارات جيمس بوند القديمة. شوف شلون القيادة الآلية فشلت هون، يا اما هو الزلم اللي قطع الشارع الحق عليه، ما بنعرف مين الحق على مين. برأيكم يا جماعة الحق على مين؟ لأني كان هو عم يقطع الشارع و ما بعرف. ما في شيء مقرر. هلا بطلع على بظن على ما اظن. شوي 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 شوي. هلا اطلعي. الذكاء الاصطناعي يا جماعة. اوكي 180 متر. يا الله ايش هذا؟ شي حلو، شي حلو. سيارة فخمة يا جماعة. الله يطعمنا، قولوا امين. على كل حال انا وصلت لوجهتي هون، رح اعطيها للسيارة هي وجهها اذا كان فيها قيادة آلية. تفضل. Auto drive now enabled. تشبه بوغاتي او لامبورغيني. لامبورغيني على كذا ما بعرف، يعني اخذين شوي من هي وشوي من هي، لكن التصميم بشكل عام كتير حلو. اللعبة بتعطيك فكرة كتير واسعة عن كيفية المستقبل، شلون راح يكون المستقبل إذا طبعا مرت سنة 2020 على خير وسلامة. طول بالك، طول بالك شوي شوي. بحس العالم أغبى من السيارات، يعني السيارات عم تمشي بترتيب أقوس بكتير من العالم. التكاسي ما فيها سائقين. كانت التكاسي بصراحة كتير كتير حلوة، كتير كتير حلوة التكاسي. السيارات ما عادت تصبر بدها تطلع. اوكي انا اكتر شي حبيته صوت السيارات من جوا يا جماعة، صوت السيارات كتير رائع. الطريق بالعكس، لكن رح شوف اذا رح تلف ولا لا، رح تلاقي طريق تاني. على الاغلب رح تلف لوجهتها، اختارت هي غير طريق. هي بتحاول تمشي الصح يعني، ما تختصر. Give me the fucking whip. ولا مرة جربت سوق شاحنة. إذا ملاحظين صوت الشاحنة بيوحي بإني تمنها هي على الكهرباء، ما بعرف. لحظة شوي، يبدو إن هاي السيارة مانا كهربائية. فرجينا شو في عندك. Auto drive now enabled. فيها اوتو درايف لكن هي على البنزين على الاغلب. لكن ما بتوقع انا اذا كانت سيارة كهربائية يكون هيك صوتها، ما بتوقع. يعني لساتها محافظة على الشكل الكلاسيكي للشاحنات مثل ما انا شايفين. يعني ممكن تلاقي بهالزمن شاحنات بهالشكل، حتى الباصات كمان، لكن من ناحية قيادة السيارة الذاتية لسه صعب. نحن موجودين بهالزمن، يا
يعني هذا الشيء ما هو بعيد بصراحة. تسلا موجودة أثبتت هذا الشيء، لكن القيادة الذاتية لسه شوي خطرة. يعني أنا حتى لو عندي بهالوقت سيارة ذاتية القيادة، لكن ما رح يعني أثق فيها بشكل كتير كبير، مو مشاني أنا لكن مشان اللي حوالي في حال كانت عم تسوق. من المهم وضروري أني أنا حافظ على أرواح الناس التانين لما أنا أكون عم سوق، مو بس أنا، مو بس ذاتي يعني. Bellagio has been snooping into Albion's affairs. Quietly, of course, but I've been able to determine that most of his activity stems from this area. Right, let's pop in and say hi. Not so fast. Hamish isn't in, according to his home security. Before you get ideas, he's rigged his front door to a series of traps designed to delete all of his data and then your life. Not necessarily in that order. I know these paranoid types. To be fair, you are an armed insurgent trying to break into his flat. Anyway, you should be able to connect to the local grid and use security cameras to disarm his traps. Yeah, got it. طبعا إذا بدك تتخطى كل الحدود بتسوق لحالك، ما تعتمد على السيارات ذاتية القيادة لتوصل للمهام تبعيتك، خصوصا إذا كان ما عندك صبر طاول لتوصل للمهمة بسرعة. هاي السيارة نفسها تشبه سيارات لاند روفر. قيادة رائعة يا جماعة. سيارة هادئة جدا جدا بالقيادة. اوكي. هاي بتشبه، فينا نقول بتشبه جيب او مرسيدس. لكن عم تسمعوا اللي انا عم بسمعه؟ اوكي. اول شيء فيها غيار، ما بعرف. اوه ما بعرف شلون هاي السياره. اوكي جربنا. هي على الاغلب بتمشي على البنزين. سيارة ميني كوبر كان يدل هذا فبيدل على أن السيارة ما كتير متطورة بالنسبة للسيارات الثانية. يمكن أجرب السيارة الثانية كمان. أوكي. هي غيارة عادي، مو غيارة أوتوماتيك. السيارات القديمة اللي بتعطيك إيحاء أنيتها قديمة، صوت المحرك فيها مسموع بالإضافة للغيارات، يعني بسمع حتى صوت الغيارات. أنا برأيي لا ترجعي لورا، لأني أنا ما عم بسوق قيادة آلية. واو، شايفوا شلون هذول لازم يشغلوا السيارات ذاتية القيادة، لأني خلينا نشوف ايش حكوا مع بعضهم. ضربوا حادث سيارة. شو رح يساوي؟ هرب كأنه. شو هاد يا الله؟ عادي يعني، ما في تأمين. إن عجبكم الفيديو يا جماعة لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة لتشوفوا إن شاء الله كل شيء جديد. لساتني متابع أنا إن شاء الله تختيم واتش دوغ ليجن. وإن شاء الله بعد باقي أسبوع للعبة أساسن كريد فالهالا إن شاء الله رح أختمها على قناتي أول بأول. نشوفكم بخير، سلام. طبعا أصدقائي الأعزاء، أنا عم بتابع تعليقاتكم. في حال حبيتوا تضيفوا أي شيء جديد بيتعلق بلعبة واتش دوغ ليجن، إن شاء الله أنا رح أخذ بالنصيحة. رح يكون تركيزي هلأ في هالفترة هاي على لعبة واتش دوغ ليجن لحتى تنزل أساسن كريد فالهالا. طبعا بالفيديوهات القادمة رح اعمل مقارنة باللعبة بين واتش دوغ ليجن والجي تي اي، ونشوف كيف هو الذكاء الاصطناعي والفارق بيناتهم رغم مرور زمن كتير كبير. يعني نحن الجي تي اي قريب السبع سنين، صلى سبع سنين تقريبا موجودة، والواتش دوغ ما صلى غير اسبوع واتش دوغ ليجن. فممكن نعمل مقارنة بيناتهم ومع واتش دوغ 2 كمان لنشوف شو هي الفوارق وشو اللي تغير كتير.